الحاجة التانية سريعا حتى لا أطيل، ويزكيهم. يا سلام، ويزكيهم. التزكية معناها الأدب والطهارة. الأدب والطهارة. لابد المسلمين دول يكونوا ناس مؤدبين جدا، مؤدبين جدا. الأدب دلالة الديانة. الأدب هو الثوب الذي يلبسه المسلم ليعرف به، فمن ليس له أدب لا دين له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن العهد والأمانة أخلاق، العهد والأمانة أخلاق. يبقى اللي مش عنده أخلاق يبقى لا عنده دين ولا عنده إيمان. إذن يا إخوتي لابد من الأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. أحاسنكم خلقا، الخلق الحسن. إذن التزكية لابد الأمة الإسلام أن تكون أمة مزكاة طاهرة مؤدبة. الكبير يعطف على الصغير ويرحمه، والصغير يحترم الكبير. أهل الكفر لما نظروا إلى أهل الإسلام أحبوا الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل. أما الآن فإن أحوال المسلمين اختلفت. تجد شكلة دي بين مين ومين يا ابني؟ بين الراجل وولاده. يهدي المصيبة التقيلة. العيال بيضرب أبوهم. أيوه بيضرب أبوه، يا دي المشكلة. واحدة بتصور بتصرخ ليه؟ يا أحسن بنتها عاوزة تذبحها، لأن البنت عاوزة تتجوز الواد الفلاني وأمها واقفة لها، فعاوزة تذبح أمها. يا سلام، فين الكلام ده؟ بين المسلمين؟ نعم بين المسلمين، سبحان الله. إذا أين الأخلاق الفاضلة؟ إذا أمة لا يرفع فيها شعار الأدب أمة متهرئة، أمة بيضة، أمة ما تنفعش. إذا لابد من التزكية، لابد من التزكية، التطهير. ولذلك ممكن إن احنا نجتهد في بعض الأشياء، نجتهد أن نجتمع على القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، زيارة المرضى، زيارة الموتى، قضاء مصالح الناس، كثرة التأمل والتدبر والتفكر. هذه كلها أمور تساعد على التزكية.